ولمزيد من النقاش والتعقيب حول هذا الموضوع التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأحوازي محمد مجيد الأحوازي. مرحبا بك معنا سيد محمد. أهلا وسهلا. كما تابعت معنا، الاندبندنت البريطانية قالت وأكدت أن إيران سوف تلجأ إلى استخدام ميليشياتها في العراق وفي غيرها من المناطق للمواجهة مع واشنطن. هل يعني ذلك أننا سنشهد هجمات ضد أهداف أمريكية في العراق وأن العراق سيكون جزءا من هذه المعادلة؟ نعم طبعا، الوضع القائم لا يستقبل فيه الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني أن تقبل بوجود عقوبات صارمة على القطاع النفط و القطاع البتروكيماويات وعلى قطاعات، وان تم يمنع تصدير النفط الايراني، وايضا لا هنا لا وجود لمفاوضات ما بين الاداره الامريكيه والنظام الايراني. فهذا الوضع هو وقت بالنسبه للنظام الايراني، والحرس الثوري الايراني لا يرى هذا مرات تصريح من قبل قيادات الحرس الثوري الايراني ان ممرات المائيه الاستراتيجيه خليج عدن والخليج ممرات الخليج العرب ان تصدر دول الخليج العرب نفطها وايران تبقى تحت العقوبات. في هذا الوضع لا يمكن تقبل به الحكومه الايرانيه والنظام الايراني. لذلك الان الثقل الايراني يركز الان في العلم، ونرى ذلك يوميا الحوثيين يشنون هجمات صواريخ، صواريخ البالستيه، صواريخ كروز، وطائرات قصيره لاستهداف المراكز الاستراتيجيه، المطارات والمعسكرات السعوديه في جنوب جنوب السعوديه وغير السعوديه. هذه بان ايران كما في السابق نقلت صراعها مع الولايات المتحده الى العراق، الان صراعها الى اليمن. تحاول ايران بقدر الامكان ان ترسل رسائل وفق وفقا للتحليل الايراني بانها رسائل ناجحه، لان تستند ايران من خلال استهدافها لناقلات النفط واستهداف السعوديه عبر الحوثيين، تستند الى موقف الرئيس الامريكي عدم خوض الحروب في المنطقه، لانه مقبل على انتخابات في ولايه ثانيه. سيد محمد، نعود الى العراق مره اخرى. المصادر التي تحدثت عن سؤال وزير الخارجيه الامريكي لعادل عبد المهدي حول قدره حكومته على حمايه المصالح الامريكيه في العراق، ماذا نفهم من هذا السؤال؟ وما رد عبد المهدي باعتقادكم على مثل هذه الاسئله من الخارجيه الامريكيه؟ الوضع في العراق غايه في الاهميه والحساسيه ايضا بالنسبه للامريكان وللايرانيين ايضا. اعتقد الايرانيين الان يتدخلون بشيء من الـ من الـ من الـ من الـ الحساسيه في الملف العراقي وفي مواجهه الامريكان في العراق، لان اي مواجهه او اي تدخل مبالغ فيه من قبل الايراني لاستهداف المصالح الامريكيه سيرد بكل تاكيد بشكل حاسم من قبل الامريكان. لذلك الان التركيز الايراني على اليمن وعلى السعوديه لارسال رسائلها للاطراف المعنيه كالدول الخليج وايضا الاداره الامريكيه. ولكن في العراق في حال ارادت ايران والحرس الثوري الايراني ان يحرك الاذرع الايرانيه الموجوده في العراق، وهي اذرع مسلحه بسلاح متطور جدا، يعني ايران باعتراف الايرانيين بانهم سلحوا عشرات الميليشيات في العراق للدفاع عن ايران وليس الدفاع فقط عن العراق. يقول حسين طائب وهو رئيس شعبه الاستخبارات الحرس الثوري الايراني، يقول بانه خط الدفاع الاول عن ايران هي الميليشيات العراقيه وميليشيا حزب الله، بمعنى انه هذه الميليشيات في حال تحركت بكل تاكيد ستتحرك باوامر ايرانيه، ولكن تحرك الميليشيات في العراق سيترتب على تدخل امريكي كبير جدا، والايرانيين يدركون ذلك. لذلك نجد انه هنالك قذائف هنا وهناك توجه الى السفاره الامريكيه والى
يعني مناطق قريبة من السفارة الأمريكية، ولكن في حال استهدف الإيرانيين والإيرانيين يدركون ذلك جيدا بأنه استهداف المصالح الأمريكية في العراق سيرد بشكل حاسم من قبل الأمريكان. لذلك الآن وفقا للمعطيات التي نمتلكها من الداخل الإيراني، الآن قاعدة قاسم الأنبياء وهي أكبر قاعدة لحرس الثورة الإيراني في حالة تأهب تام، قاعدة همدان الجوية، قاعدة دسفول الجوية. وهذا 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 يحيلنا إلى السؤال التالي، يعني بعد ردة الفعل التي جرت مؤخرا بعد حادثة ناقلتي النفط، وفي ضوء ما تقوله صحف عالمية مثل نيويورك تايمز التي أكدت أن أي استفزاز جديد في مياه الخليج العربي سيؤدي إلى كارثة إقليمية، هل نتوقع إقدام إيران مجددا على فعل كهذا؟ الإيرانيين لن يقبلوا بالوضع القائم. الوضع القائم هو يمثل الإيرانيين يعني الموت البطيء للنظام الإيراني. يعني الإيرانيين يقولون الحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية على النظام الإيراني تهدف إلى تغيير النظام الإيراني، تهدف إلى تحريك الشارع الإيراني، وهذا ما لا يمكن أن يقبل الحرس الثوري الإيراني الذي هو صاحب القرار في إيران، ولا تقبل الحكومة الإيرانية باعتراف روحاني وباعتراف وزير الخارجية. لذلك الوضع القائم يجب أن يتغير. الإيرانيين سيتحركون، يقومون بتفعيل أذرعتهم في العراق أو في اليمن من جديد أو في لبنان أو في مناطق أخرى. لذلك الوضع القائم سيتغير، لكن هل هذا التغيير الذي تهدف إليه إيران من خلال توجيه رسائلها، هل يتم أيضا عبر استهداف ناقلات النفط، استهداف السفارة الأمريكية في العراق، أو كما نرى الآن استهداف المواقع العسكرية واستهداف المواقع المدنية؟ هل تتوقع سيد محمد أن الأمريكان ينتظرون بناء إجماع دولي للتعامل مع إيران كما قال وزير الدفاع الأمريكي؟ أنا أعتقد بأنه هذه العملية طبعا تستحق الرد. استهداف ناقلات النفط في خليج عمان استحق الرد، ولكن الأمريكان يتعاملون يعني يريدون كسب المزيد من الحلفاء للتدخل ولمواجهة الحرس الثوري الإيراني أو لشن ضربة عسكرية لأسباب عدة داخلية وأيضا منها دولية. ولكن الأمريكان أعتقد سيقومون بكثير دوريات عسكرية في مياه الخليج، وفي حال تحركت إيران مجددا لاستهداف ناقلات النفط أو استهداف المصالح الأمريكية خاصة في العراق، لأن الوضع في العراق بالنسبة للإيرانيين والأمريكان حساس جدا، وأي تجاوز للخطوط الحمر التي وضعها الأمريكان سيتم عليها الرد بشكل حاسم. لذلك الآن تركز إيران على اليمن، ولكن في حال تدخلت إيران مجددا وتحركت في مياه الخليج أيضا أعتقد ستواجه رد حاسم من قبل الأمريكان. وأي رد، هذه نقطة يجب أن يركز جميع، أي شكرا رد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون رد فقط رد على يعني أهداف محددة، لا، بل تدخل إيران والولايات المتحدة. شكرا لك، وصلت الفكرة سيد محمد مجيد الأحوازي الكاتب الأحوازي، كنت معنا من ستوكهولم.